السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يقص على نبينا أحسن القصص الفكرية النفيسة، وأوحى إلى نبينا القصص بالقرآن العجيبة، والصلاة والسلام على خير الأنام وسيد البشرية وعلى آله وأصحابه المتطهرين والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين. أحبائي في الله وأساتذي الكرامة، أقدم أمامكم قصة جذابة التي تعلمكم عن معنى الوفاء، عن فضيلتها وعن حقيقتها. ما هي الوفاء؟ فيمكننا أن نتعلم عن معنى الوفاء من قصة عمر رضي الله عنه، من حياته في زمن خلافته. كان عمر رضي الله عنه يقف بين أصحابه في الحكم في القضاء، فجاء رجلين شابين مسيعا إلى أمير المؤمنين رضي الله عنه، يجر كل منهما رجل معهما رجل، فجاء به إلى عمر رضي الله عنه قال: ما بكما؟ قال: إن قتل هذا الرجل أبانا. قال: أقتلته؟ نعم قتلته. سبحان الله. فنظر عمر رضي الله عنه إلى وجهه فقال: يا أمير المؤمنين، لقد دخل أرضي فنهرته فلم يستجب، فأندرته مرة وثانية فلم يستجب، فضربته بشجر فشج رأسه فمات. فقال عمر: إذن القصص، إذن القصص، قربوا الرجل للقصص. سبحان الله. هذه الرجل القاتل بدأ أن يبكى، ولكن تلك الزمن زمن الوفاء، حتى أن الأخذ بالقصاص يعتبر بالوفاء. وفاء لمن؟ وفاء لمن قتل، وفاء لولي الدم. فحينما إذا قتل الرجل فأعظم الوفاء أن يقتص ممن قتله. فجعل الإسلام ظلم لمن قتل ظلما أن يكون وفاء بحكم القصاص. لذلك قال عمر: إذن القصص، قربوا الرجل للقصاص. فنظر هذا الرجل إلى عمر رضي الله عنه فبكى: يا أمير المؤمنين، إن لي زوجة وأطفالا في الصحراء ولا معين لهم، إذن لي أن أذهب إليهم فأطعمهم وأودعهم فأخبرهم بخبري ثم أعود إليك يا عمر رضي الله. انظر إلى رحمتي في قلب عمر رضي الله عنه. نظر عمر إلى أولياء الدم لا بد أن يستأذنه، فقال: أتأذوني لهذا الرجل أن يذهب إلى أهله يومين أو ثلاثة أيام ثم يعود به، أو نعود للرجل ثم نقيم عليه القصاص؟ فقالوا: لا يا أمير المؤمنين، لأنهم خافوا أن يضيع دم أبيهم، خافوا حقهم. فقالوا: لا يا أمير المؤمنين. فالآن نظر عمر إلى الصحابة لعله يجد من بين الصحابة
من يكفل هذا الرجل القاتل؟ ينبغي علينا أن نعرف أن من يكفل القاتل لا بد لهذا الرجل أن يقتل مكانه إن لم يعد. ولو خير واحد منا لأن يكفل الرجل القاتل لنكاد نجد لهذا، ولكن هذا الرجل القاتل يعيش في زمان الوفاء، في زمان الأوفياء. فقام من بين الصحابة أبو ذر رضي الله عنه، قال: يا عمر أنا أكفل. سبحان الله. فقال عمر: أتعلم ما حق كفالتك؟ قال: نعم. أتعلم إن لم يأتي هذا الرجل سيقتص منك؟ نعم أدري. فقال عمر: أطلق هذا الرجل القاتل. أحبائي في الله، أن أبا ذر رضي الله عنه لم يعرف اسم هذا الرجل، ولم يعرف قبيلته، ولم يعرف أين تقع أرضه، ولم يعرف أين يسكن، ولكنها المروءة، ولكنه الوفاء. غاب اليوم الأول واليوم الثاني، حينما جاء اليوم الثالث الوقت للوفاة، الصلاة جامعة، لأن موعده اليوم الثالث بمغيب شمس يوم الثالث، نودي أبو ذر للقتل. سبحان الله، لأن هذا الرجل القاتل لم يأتي حتى الآن. فبدأ الصحابة يبكون لأن أبا ذر رضي الله عنه أمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه للقتل. لذلك كل صحابة يبكون. ولكن هل هذا مثل محابة؟ لا والله، أن عمر رضي الله عنه لم يضيع حق قاتل. لذلك قال عمر رضي الله عنه: ينبغي علي أن أقتل أبا ذر رضي الله عنه، وإذا به رجل يأتي من بعيد، وإذا به القاتل. فنظر الناس كلها، قالوا: جاء القاتل. فصاروا يكبرون: الله أكبر، الله أكبر، جاء القاتل. فقال عمر: يا أيها الرجل، لو بقيت في صحرائك عند عيالك ما أتيت، كيف نعرف عنك؟ قال هذا الرجل: ما علي بعمر وما علي بالناس، علي بالذي لا يخفى عليه السر، علي بالله. فلما سمع هذا القول من هذا الرجل، نظر عمر رضي الله عنه إلى أولياء الدم: أتعفوان بعد هذا؟ قالوا: عفونا عنه لوجه الله. هذه زمن الوفاء، زمن الأوفياء. ولكن تفكروا عن هذا الزمن، أن الوالد يربي ولده، يدفع دم حياته وقلبه من أجل ولده، فيكبر هذا الوالد فيدفع هذا الوالد إلى دار المسنين. هكذا هذا الزمن، هذا زمن الغدر. نحن في زمان ليس فيه الوفاء، يغدر هذا بهذا. الرجل يضحك أمامك، وإذا غادرت من عنده فغير وجهه إلى وجه آخر، يعيش بوجهه. مثل هذا الرجل إذا عاش بوجهين، فحينما عند الموت لا وجه له. هكذا. ولكن هذا زمن ليس فيه الوفاء، حتى لا يستطيع لأحد أن يوفى لصاحبه أو لجاره، ضاع الوفاء بين الناس. فلا يمكن أن نعود إلى تلك زمن
العز والإيباء إلا بموافقة بصحابة عليه الصلاة والسلام أجمعين. فإذا نعتبر العبرة بهذه القصة فيمكن علينا أن نعود مثل هذا الزمن، وفقنا الله لذلك. هل أنتم مستعدون لذلك؟ نعم إن شاء الله، وفقنا الله لذلك. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله. Letter D on the stage.